سيما من الدوار ملي بوعياش من الدوار جماعة تفروين قيادة النكور الدائرة التجديري قلم حسيمة وخمس سنين أنا في الشركة هنايا ديال الدجاج مولاها شمالي في ميولة كنخدم وندير ولادي برزقي الملك الزيتون جوج ديور والكشيفة الكرمال البلاد في التاني ملي قلتها في الصحاب صافي معقلوش عليا قريبنا كيقول ناسي تموت ما تجيش عندنا تموت في الغرب ما تحكم حتى فشي حاجة ما تبيع حتى الكسيفة لا 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 الفلاحة لا والو كلشي قطعوا عليا الماء قطعوا عليا الكوزينة وسدوا عليا الديور صافي عييت المشاكل الجوع والعمود المراه وبنتو وخو ولدو تيضربوني يوميا ولدو كيقول لي الشنكار والله ما تاكل يا عمدي شو كنقول له شنو الدواء كنعطي ورقه ديال الدواء كنقول له شنو الدواء كيقول لي والله ما نشريها لك سير تموت كتقول لهم هم هم ما زرعات كتخسروا رزقهم على هذا ما فيه نفع هما كيقولوا لي سير تموت بغاوني نموت باش يورثوني راه ورثوني مازال حي حكموا كلشي منعوا عليا ولكن بغاوني نموت باش يديروا اللي بغاو يبيعوا في الاراضين والكسيفه وكذا ما كان لي عرض لهم هادشي عز الله خويا والعمود من عند المراه من عند ولدي من عند بنتي اللي في الدار مازال عزباغ وعيت في المشاكل قطعوا عليا الجوع الماء الكوزينه كذا صافي عيت المشاكل ما حسيتش براسي ملي خرجت من الدار مسؤولين بغيت يديوني الخيريه ولا الاخر ولا الدرع باش نستر الا حتى نموت صافي داكشي اللي كاين اما ولادي ما عقلوش عليا عاد عقل عليهم ما عقلوش عليا راه كنعيط ليهم دابا ما كيجاوبوني شي كيقول لي ماشي با انت ماشي انت ماشي بانا صافي قطعت منهم لا اياس والو